يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 33، الصغرى 22، إسكندرية 29، 22، مطروح 26، 20، بورسعيد 29، 23، إسماعيلية 34، 21، وجوها حار. بالنسبة للسويس 33، 21، العريش 28، 20، طابة 34، 24، شرم الشيخ 37، 27، الغردقة 37، 26، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 41، 26، أسوان 41، 27، الوادي الجديد 38، 26، شلاتين 36، 25، حلايب 32، 26، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.